خطة مصرية لوقف إطلاق النار في غزة قدمتها القاهرة في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية في أول بادرة لوساطة حقيقية مدعومة من المجتمع الدولي ربما تؤدي إلى إنهاء العنف في القطاع. المبادرة المصرية تدعو لوقف فوري للعنف ولبدء تطبيق اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس يبحثه الطرفان في القاهرة خلال 48 ساعة من وقف القتال. وترتكز المبادرة المصرية على عناصر أساسية هي وقف كافة الأعمال العدائية وفتح المعابر الإسرائيلية وبحث باقي القضايا الأخرى على أن يتم التنفيذ اعتبارا من توقيت التزام الطرفين بوقف أي أعمال عدائية. ليس من المعلوم ما إذا كان المصريون أعلنوا خطتهم بعد اتصالات مع الطرفين أم أنها وليدة اللحظة. الحكومة الأمنية الإسرائيلية ستجتمع لدراسة وصفت بالجادة من جانب مسؤولين إسرائيليين لهذه الخطة، لكن وزير الاقتصاد أكد أنه سيرفض الخطة ووصفها بأنها جيدة بالنسبة لحماس سيئة بالنسبة لإسرائيل. وفي حين لم تبدي حركة حماس رفضا لها ولا قبولا بها، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن التضييق على القطاع لا يمكن أن يستمر. ونحن نقول بشكل مبسط وواضح، ليست المشكلة في التهدئة ولا المشكلة في العودة إلى التهدئة أو اتفاقيات التهدئة، لأننا نحن نريد أن يقف هذا العدوان وأن تتوقف هذه الحرب عن أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكن المشكلة هي واقع غزة، الحصار، التجويع، إغلاق المعابر، القصف، إهانة الناس. وتطالب حماس بتضمين رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وفتح معبر رفح مع مصر في أي اتفاق مع إسرائيل. قبل إعلان مصر عن خطتها لوقف إطلاق النار لم يبدو أن هناك أي بوادر لإنهاء الأزمة التي امتدت لأسبوع وراح ضحيتها المئات ما بين قتيل ومصاب معظمهم من المدنيين، ومع انتظار الرد الرسمي من الطرفين يبقى الوضع على ما هو عليه.